الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكي تكون رفيعا كن شاكرا، فإن شكر الله عز وجل على نعمه يثبت النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة. قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال: اعملوا آل داود شكرا. فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن شاكر لله عز وجل شاكر له، أو صابر على بلوائه إن وقع. فالشكر عباد الله من أعظم مقامات السالك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أردت نعمة مفقودة اشكر الله، وإن أردت تثبيت الموجودة اشكر الله. والشكر يكون بثلاثة أشياء: باللسان حيث تثني على الله تحمد الله، وبالقلب استكانة وخضوع استشعار لعظيم منة الله عليك، وبالجوارح انقياد للطاعات والقربات، جوارحك تسخرها في طاعة الله عز وجل لتشكر على ذلك. والله عز وجل اسمه الشكور الشاكر، فيجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويتعين شكر الله عز وجل بلسان الحال والمقال، وفي السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء. يشكر سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وعلى آلائه العظيمة. ولذلك أمر الله عز وجل أن ننظر إلى من دوننا حتى لا نزدري نعمة الله، وقال: وأما بنعمة ربك فحدث. شكرا لله على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمسة حين رأى عليه الأطمار: ألك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله. قال: أفلا ترى نعمة الله عليك؟ ومن شكر الله شكر الناس على معروفهم وإحسانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لأن الشاكر على معروف يعرف المعروف لأهله وذويه. والله عز وجل هو المنعم على العباد بجميع أنواع النعم الظاهرة والباطنة. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة باطنة، نعمة عظيمة وآلاء كثيرة ينبغي أن نشكره سبحانه وتعالى عليها، ونحمده سبحانه وتعالى في أي حال. نحمده على حكمته، نحمده على جلاله وجماله وعظمته وحسن أفعاله، ونشكره على نعمه الواصلة إلينا الكثيرة. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسألك قلبا شاكرا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، ما خير ما ندخر من المال؟ قال: قلبا شكورا، ولسانا ذاكرا، وزوجة تعينك على أمر الآخرة. هذا خير ما يدخر، أن يكون الإنسان في طاعة الملك المنان سبحانه وتعالى. ونعم الله كثيرة، إذا ابتلينا بسلب واحدة لا نكفرها جميعا، علينا أن ندعوه بتثبيتها وردها، ونشكره على كثير نعمه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إلى غير ذلك من الكلام عن هذه الصفة العظيمة الجليلة التي تحلى بها أهل الإيمان في كل دهر وأوان وفي كل مصر وعصر. والله المستعان.